اغتنمت فاطمة دعبول فرصة المشاركة في سباق طريقك أرارك لتذكر بحقوق أقرانها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حقوق لا تزال حتى اليوم مفقودة. أنا جيت من قبل ذوي احتياجات الخاصة وإثبات وجود المرأة ذوي احتياجات الخاصة. نحن مثل أي مرأة من هالعالم موجودين، وحقوقنا يعني أكيدة منطالب فيها كتير، بس ما عم يتحقق شيء. لم تقف أحوال الطقس الماطر عائقاً أمام مشاركتهن في السباق. رقدنا لقضايا تتعلق بالمرأة وللمنادات بحقوق لا تزال غائبة في لبنان. أنا جيت اليوم أركض كرمال المرأة اللبنانية تأخذ حقوقها. نحن النساء فينا نشارك بكل شيء بالحياة. المرأة اليوم صارت بمستوى الرجل بكل شيء. جيت لأقول أنه أنا معك دايماً، منشجع دايماً المرأة، والمرأة قوية كتير. نحو 5700 عداءة وعداء شاركوا في سباق نظمته جمعية بيروت ماراثون بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. من خلال الإحصائيات اللي عم تعملها جمعية بيروت ماراثون تبين أنه من 16% أصبح هناك 32% من السيدات أصبحوا عم يركضوا المسافات الطويلة. بين فرحة الفوز وخيبة الخسارة لا تغيب روح المنافسة الرياضية عن العدائين. عندما تسير الأمور على نحو سيء يجب أن لا نفقد الأمل. الركض داخل مرفأ بيروت كان رائعاً. إنها المرة الأولى التي أزور فيها المرفأ، ولم أتخيل أن مساحته شاسعة إلى هذا الحد. ومنذ 7 سنوات وأنا أعمل للوصول في توقيت 27 دقيقة، وأخيراً تمكنت من تحقيق ذلك. في سباق المرح الأخير كانت فسحة لتنفس الصعداء عبر رياضة نجحت في لم شمل العدائين والهواة لهدف واحد، الركض لقضايا إنسانية لا يختلف اثنان حول أهميتها. مرة جديدة ترقد المشاركات في هذا السباق لنيل حقوقهن وللمساواة مع الرجل، لكنهن أولاً وأخيراً يردن إيصال رسالة: طريق المرأة هو قرارها ولها وحدها يعود القرار. جين عفيش، الحرة، بيروت.